من أجل أحبائي. يقول الكتاب المقدس له يشهد جميع الأنبياء أنه إن آمنا باسمه ننال غفران الخطايا. فكل الكتاب المقدس بصفحاته يشير ويوجهنا إلى الشخص، إلى يسوع المسيح له كل المجد. طبعا بعض الممارسات في العهد القديم بنسمع عنها وتعلمنا عنها، لكن إحنا اليوم بنحاول أنه يكون مسار حياتنا من خلال شخص الرب يسوع اللي هو مثالنا، هو المثال الكامل في موضوع المحبة، وموضوع أنه نتبع يسوع في طبيعته، في صفاته، في أقواله، في شخصه، أي أنه نتشبه بيسوع المسيح على الأرض. وهذا الشيء مستحيل. ليش؟ لأنه بتحتاج لمعجزة، وهي المعجزة بنسميها معجزة تجديد، إنك تختبر قوة حضور الله في حياتك، وتختبر تعامل الله إنه يأتي إلى حياتك يطهرك ويحررك من كل خطية، وأنك تحصل على الخلاص والحياة الأبدية بواسطة الرب يسوع المسيح. كل الكتاب يشير إلى يسوع، وكل الغرض من مجيء يسوع هو أنت، حتى يكون لك حياة أبدية. ما أعظم وأعمق فكر الله، ما أعظم محبة الله، له كل المجد. إنه يدعوك الآن، هل تفتح قلبك ليسوع المسيح حتى تحصل على الحياة الأبدية؟ إنه استخدم كل التاريخ حتى يقودك أنت إلى خلاصك ومعرفتك بواسطة يسوع المسيح.